السلام عليكم، كيف صبحتوا المشاهدين ديالي؟ صباحكم سعيد بخير وعلى خير. تحية لكم داخل الوطن خارج الوطن، تحية للمغاربة كلهم، تحية لخواتاتي الجزائريين، العالم كله، التوانسة، السواعدة، كل شيء تحية ليهم بزاف بزاف بزاف. ودابا اخوكم الطيب اليوم غادي نمشي نتسوق ان شاء الله شي خضيرة للدار اللي قسم الله، غادي نجيبو لداري ونجي ان شاء الله. تحية لكم، تابعوني ان شاء الله. تحياتي تابعوني خير المشاهدين، هذا صديق ديالي في القناة تا هو فرحية المشاهدين ما غايشوف. بارك الله فيك. غادي تبان للمشاهدين، زرتنا البركة ما تبانش. سير مريم عندو قبضي معاه في الساق. طاطا جينا تبارك الله. زالا تبارك الله. ثم الخير تبارك الله موجود. السرية
واش يا خي طيب دابا نبان بوجهي؟ لا ما طلع لي شيء، ساليت منك دابا. زيد خبتي دابا قبل من بعد. ها؟ ها هي هذا هو الصحاب. باش نهضر معاك مباشرة أنا. عطيني شي ميكا يا جلال. كيلو 200 هذا. خليه مزيان. عندو الحيمه زوينه داك الشيء نقيق تبارك الله سي جلال انا كنجي كنشتك الشيء كندبحو على يدي كنقي خليني ما كندير شي حاجه كنبحو على يدي وكنقيها كتشاهدوا معنا هانتوما وكلشي نقي كلشي مريقل ما كاينش حتى شي حاجه ديال يلاه الحيمه كتشوفوا كندبحو على يدي كليان عندي معروفين كيجيو لعندي الحمد لله بائع متجول تحياتي رابعة ديال الخبزة كبيرة رابعة كبيرة واه عين تبلاتي وكمل مع المرأة هذا العطار ديالنا ديال القبيلة تبارك الله اللي عمرها دار كلشي كيتقدم عند القبيلة كلها هذا العطرية يجي لعند السيد العيد قرعه ديال الزعفران خودي عاقودي قرعه ديال الزعفران عاقودي الشريفه عاقودي الزعفران بالعيد عطينا بياسين عطينا كامون تو نديرو لا تمو لا نديرو نص كيلو راه شي باكيت من حدا هبه ولا كامله راح هكا هكا الاول هو الاول ابراهيم قرعه الزعفران صافي شوف قرعه الخل قرعه ديال الخل عطاني كبيره ديال الربع من تما ربع من هنا دينا الزيتون ودينا الخضرة من هذا المخلط بسم الله ودابا اخوكم الطيب هو يلاه صار راني جيت كلهت سمحوا لي صبروا قبلوا على اخوكم هادشي اللي قسم الله وهذا انا جبتو الاسبوع ديالي انا تسوقت فيه ان شاء الله بحول الله تحيه لكم بزاف بزاف عزاز وغاليين